ومثل ما ضحينا في السابق وضحينا في القريب بنضحي في المستقبل. بيلزمنا أن نضحي في الشيء اللي يسر المواطن ويسر الوطن، يرفع مستوى هذه الدولة إلى قدرة تنفع اللي بعيد واللي قريب. إننا نعتزم الاستمرار في دعم جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لسنا من يكثرون الكلام أو يغرق في الأحلام، لكنني أرى إن في هذه الدولة رجالاً ونساءً هم أهلاً لتحقيق هذا الحلم. طموحي كبير وطموح شعبي كبير وطموح رئيسي كبير، لأن الواحد لا عنده رؤية ويمشي صوب رؤياه يكون رؤيته أوسع وأبعد. اسمه الشيخ محمد بن راشد، أخي وصديقي ومعلمي. اليوم نطلق الحكومة الذكية، كل الخدمات تكون على التليفون. بعد 50 سنة بنحمل آخر برميل نفط. إذا كان الاستثمار اليوم صحيح، أنا أراهن يا أخوان وخوات أنا بنحتفل في هذه اللحظة. بقيادة خليفة أنا هدفي شيء واحد منكم، أن يكون كل يوم في دولة الإمارات أفضل عن اليوم اللي قبله. ودولة الإمارات تحاول دائماً ترسل رسالة إيجابية للعالم، الشرق الأوسط ممكن يطلع منه خير ونحن موجودين. يجب نحن نكون من أخير الدول في العالم، ليش لا؟ عندنا الطاقات وعندنا العلم وعندنا التجربة. غربت غالب، ومن يبغي الغلا غرب، ومن كان سامي سمع للمركز السامي، واللي يبي ونعم لازم لجلها يتعب، واليوم له مجد وانسى مجدك العام. الشيخ خليفة حفظ الله مستمر على نهج والده، يوجهنا دائما بالاهتمام بالموارد البشرية والأمن التنوع الاقتصادي. هذه السنين اللي مرينا فيها ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، لكن الآن نكمل هذه الرحلة بعزيمة أقوى ورؤية أوضح. وأنا أؤكد لكم أن المهمة كبيرة، المهمة كبيرة بس الهمم أكبر. هذا الشباب اللي علم بالفقاهة والثقافة بعد كذلك يصل إلى أشياء أخرى جديدة. وأنا سعيد أن أقول أن دولة الإمارات عندها أكبر فريق عمل واحد، طلابه رجاله وموظفيه قادته. هدفه الأساسي صناعة الأمل وصناعة الحياة وصناعة المستقبل وإسعاد الناس.